我没要。 مميزون 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 مع تحيات نيفين وسوسن درويش مساء الخير مستمعي اذاعه امواج اف ام اهلا وسهلا فيكم بهالحلقه الجديده من برنامج مميزون واكيد دائما وابدا كل الرحمه لارواح شهدائنا الابرار والشفاء للجرحى رح يكون معنا اليوم الأستاذ حسام محمود مقصود إجازة من جامعة تشرين ومدرس فيزياء بتربية ريف دمشق طبعا عنده بحث محكم من مجلة جامب وهو يعني بحث كان عالمي طبعا رح نحكي عنه أكثر من خلال ضيفنا بالإضافة لكون الأستاذ حسام أيضا عضو اللجنة العالمية للباحثين أوكايد أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام نورت إذاعة أمواج إف إم شكرا كثير إليك ولاهتمامك أهلا وسهلا فيك طبعا أول شيء بدنا نعرف عن حضرتك يعني أنه حضرتك فتت بمجال الفيزياء هذا المجال الممتع يلي ممكن يكون ببعض الأحيان هو غامض وصعب للبعض الآخر في مرحلة عمرية معينة بيكون في إنه مرحلة الشباب أو الأطفال خلينا نقول بالدراسة بيكون في خوف من مادة الفيزياء بالمقابل في اشخاص ثانيين بيكون عندهم متعه وعندهم يعني حب وشغف كبير لماده الفيزياء، حضرتك كان عندك هذا الشغف اكيد من الصغر صحيح؟ طبعا سهلت كثير علي الاجابه، عملتي مقارنه بين شخصيتين، فالشخصيه الثانيه عم تحكي عنها هذه صعوبه الشديده اللي موجوده بعلم الفيزياء طبعا هي اللي حرضتني ادرس اشياء العميقه اللي هي البنيه الداخليه للجسيمات أيوة. طبعا هذا الشيء بلش بي تقريبا بالمرحله الثانويه هو اللي اجبرني يعني سجل تحديدا بالجامعه قسم الفيزياء يعني مو هندسه زراعيه او حقوق او اقتصاد طبعا أيوة. ضمن المفاضله كانوا موجودين بس سجلت تحديدا هذه الماده لحتى اكمل هذا الهدف يعني الرعب الرعب من البنيه الداخليه الجسيمات مهم. واللي ما شفت ابدا كتب عم تحكي عن الجمل من الداخل يعني خاصه الالكترون نعرفه فقط انه شيء له شحنه وكتله ما هو لا نعلم فهذا الشيء اللي خلاني كمل ضمن الجامعه بهذا الهدف تحديدا ودقق فقط بهذا البحث في الكتب بالانترنت باي شيء طبعا ما اهتميت بالكتب الجامعية وهذه كانت المشكلة كان كل شيء على حساب دراسة يعني على حساب دراستي فقط تحديدا هذا البحث اللي خلاني طبعا خلى المعدل ما يكون مناسب لدراسات عليا ولكن النجاح هو وصولي لتحقيق هذا المشروع اللي طول صحيح 20 سنه لكن بالنهايه نجح هذا المشروع الهدف اللي عمره هدف هذا الطالب اللي كان صف عاشر تحقق عام 2023 بوضع المعادلة الشاملة لجميع الجسيمات الذرية من الداخل معادلة الشئام الكراتيسية تمام هذا المشروع الرائع لحضرتك يلي هو نتيجة يعني دفعت ثمنه وعمر كبير يعني ومجهود كتير وتأمل وبحث علمي يعني بحث بمختلف المجالات ما توقفت دراستك على الأشياء الموجودة والمتوافرة بين إيدينا بالعكس يعني بحثت بمجلات عالمية بحثت بأمور بمجالات بعيدة كتير عن أي مجال من حدا من أي حدا شخص مننا نحن ممكن يستسهل بحثه ممكن يقدموا ابحاث رائعه ولكن مفتقره او فينا نقول فقيره لهي المعلومات اللي حضرتك سعيت لها هذا الشيء اخذ كثير من وقتك فنحن بنقدر نقول انه هذا البحث ثمين جدا صحيح شكرا كثير لك يعني ما عم تحكي باسلوب اللاحس يعني فشكرا كثير لك اكيد بدك يعني الثمن كان كبير خاصة انه عم تمشي على بنية داخلية وهذا الشيء كتير صعب حتى اكتشفته بالجامعة يعني نحن متعودين على اشياء بالجامعة خاصة بهذا العلم اسمه التابع الاحتمالي وهذا التابع ما بيخلينا نعرف اي شيء الا قياس يعني مثل سيارة ورائي فيني اعرف وزنه فيني اعرف كتلته فيني اعرف لونه فيني اعرف اي شيء عن التابع الموجي لكن ما هي بنيتها لا اعلم اي شيء وبالتالي ما استفدنا منه اي شيء فلذلك المعلومات الجامعية زادت الهدف انه يكون يعني اكثر سرعه واكثر دقه فيه لانه آه البنيه الداخليه يجب معرفتها ما أنا حلم او ما أنا شيء ممنوع مثل ما حاليا كان موجود قبل تاريخ وضع هذه المعادله كان من المحرمات طبعا البنيه الداخليه جسيمات يعني حتى الفوتون حتى الضوء كان معروف شو بنيته ولكن يعني طلعوا العلماء عم يكشفوا فقط صفاته أجل. اللي هي الحقل الكهربائي والمغناطيسي فقط ما بيعرفوا بنيته بشكل عام والا لو عرفوا بنيته كيف لكانوا عرفوا ليش طلعت السقاله ونجحوا بهذا الشيء بتوليد السقاله يعني تمام خلينا اول شيء نحكي عن الملخص لو نخبر هيك مستمعينا وتخبرني كمان انا عن لانه صار عندنا فضول عن جد لحتى نعرف اكثر عن هذا البحث بدنا ملخص من حضرتك لهذا البحث مع عنوانه اكيد طبعا هلا البحث العام اسمه كيفيه عمل الكون طبعا موثق في وزاره الثقافه خزانه رقم 2240 تاريخ 30/6/2010 الورقة العلمية الأولى هي المؤثر الكراطيسي للكتلة نعم. طبعا هذه الورقة اللي حكمت لحالها البقية طبعا المشكلة انه كتابة هذا البحث كان بطريقة خاصة أرسل لمجلة عالمية فيزيكال ريفيوليتس دي وطبعا تم رفضه لانه الطريقة المعتمدينها عالميا ما بيعتمدوا الا هي أي شكل ثاني من طرق الأبحاث ما بيعتمدوها نعم. فهن شخصيا حولوني على مجلة جامب ومجلة جامب يعني بتعامل مع جميع الأبحاث لكن مع جهود يعني كان في كثير معاناة بالنقاش ولكن بالنهاية يعني تم يعني عدم وجود أي خطأ فما قدروا يحطوا أي نقطة على البحث <applause> على الإطلاق واعتمدوها كطريقة جديدة للبحث وطبعا الوضع على البحث بيعرف أنه هي طريقة جديدة يعني الطريقة اللي اعتمدتها هي طريقة إعادة علم ميكانيك الكم من الجديد لأن يعني العلماء المؤسسين ما قادرين يحطوا ما في رؤوسهم على الكتب نعم. ما بيعرفوا يعني يحولوا كل شيء براسهن على الكتاب، فالمطلوب من الباحث انه يرجع يعيد كتابه ميكانيك الكم من جديد لحتى هو يفهمه. صح الطريقه المعروفه او هي طبعا هي معروفه للي بيقرا فلسفه، اللي هي اللغه العربيه والرياضيات، اللغه طبعا يعني تكون اللغه بس باعتباري عربي اللغه العربيه والرياضيات. طبعا هي الربط مشان افهم التوصيف لانه الفيزياء هي عباره عن لغه الطبيعه، هي الطبيعه، فيزيق نعم. طبيعه. ما نوع علم ابدا بدنا نوصفه للطبيعه يعني بدي لغه تمام. واللغه هي ما ينطق وبالتالي منطق والرياضيات كانت كتبنا السابقه مكتوب عليها الجبر والمنطق وبالتالي المنطق يعني الرياضيات وبالتالي ما ضل شيء عندنا سوى انه نجيب اللغه نترجم الرياضيات وتطلع عندي كل علم ميكانيك الكم اللي هو معقد بهالحاله يكون فهمته وطورته لحالي يعني اعدت بناء ميكانيك الكم من عام 1907 حتى هذا الوقت اعدت بناءه لحالي لحتى افهمه لحالي مو منشان حدا تاني يعني فاستطعت انه يعني افهم شو قصدهم بعدين ارجع سلسل الكلام اللي مطلوب وبالتالي نزع اشياء منه ووضع اشياء اخرى فانكشفت عندي البنيه الداخليه داخل هذا البحث أيوة. اللي تحديدا المعادله اللي فيه هي معادله الشئام الكراتيسيه اللي بتحكي عن انه عندي حقول كراتيسيه هي المسؤوله عن كل شيء هي صفات الطاقه طاقه ما بنعرف شو هي تم. على الاطلاق طاقه لا يمكن معرفتها بعرف صفاتها فبحسبها يعني صفتها للماده هي عندها كتله بضربها بثابت كوني مربع سرعه الضوء بحسبها على الطاقه ثابت مثلا عندي صفه للطاقه هي التردد مضروبي ثابت كوني ثابت بالعين بحصل على الطاقه تمام. لكن انه الطاقه شو هي لا يمكن ان اعرف فهي الصفات الخاصه بها الطاقه هي المسؤوله عن اعطاء صفاتها والا الفوتون طاقه لكن ما له شحنه ولا له كتله اذا في اسباب وله الحقلين حتى الكهربائي والمغناطيسي تمام. وكذلك الالكترون عنده هالحقلين الكهربائي والمغناطيسي ولكن عنده شيء غريب عمليه المقارنه عملية المقارنة بين المعادلات هي اللي خلت انه صار الموضوع كثير سهل بوضع دمج المعادلات كلها بمعادلة واحدة نعم. وإضافة شعاع طبعا هذا الشعاع اللي اسمه شعاع ريمان سيلبرشتاين من عام 1907 كان مختبئ وطبعا عالم سيلبرشتاين لمن لا يعلم أبعد عن اللجنة المسؤولة عن وضع علم ميكانيك الكم اللي بهالسبب يعني هالسبب بتأخر العلم مئة سنة والا كان لازم يكون عندنا الايباد من 1920 نعم. 1930 يعني ف...